وصباح الخير يا عمان، وتحية أيضا لكل من يجتهد ويكافح من أجل ازدهار ونماء هذا البلد الغالي. ونحن أيضا نتواصل معكم مشاهدين الأحبة في قهوة الصباح، وفي هذه المساحة سنتحدث أكثر عن شركة مآل الطلابية المهتمة أو المتخصصين أيضا في مجال التطعيم والترقيد الهوائي، و هذه العمليات كلها أيضا عمليات زراعية. رح نتحدث أكثر بإذن الله عن هذه الشركة مع ضيفتنا الكريمة الفاضلة منى بنت خليفة الحضرمية، الرئيس التنفيذي بشركة مآل الطلابية. أهلا وسهلا بك وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. أهلا وسهلا بكم، شرفنا أنكم موجودة اليوم في برنامج قهوة الصباح، وشكرا جزيلا على هذه الضيافه. يا مرحبا بك يا منى، واحنا سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوه الصباح. مباشره الابتداء، يعني كيف جاءت لكم فكره تاسيس هذه الشركه، وانتم اساسا من اي كليه بالتحديد او اي جامعه؟ طبعا تاسست شركه مآل من منطلق توجه سلطنه عمان نحو زياده التشجير في السلطنه، وايضا بسبب قله الغطاء النباتي في سلطنه عمان. ومن هذا المنطلق طبعا التشجير يجي من عمليتي التطعيم وترقيد الهوائي، فاهتمت شركة مآل بهذا الجانب عشان توجد حلول مبتكرة وتشوف المشاكل اللي يعاني منها هذا القطاع أو هذا المجال. فوجدنا أنه الناس تعاني جدا من إيجاد الإكسسوارات والأدوات اللي يحتاجها في تطبيق هذه العمليات. جميل، قمت ابتكار منتج عبارة عن حقيبة التجدير، صحيح؟ لو نتحدث أكثر عن هذه الحقيبة وأيضا ما محتوى هذه الحقيبة. حقيبة التجدير جاءت حلا لمشكلة عدم توفر الإكسسوارات والأدوات في المشاتل والمحلات، بحيث أن المزارع أو صاحب المشتل لما يبقى يحتاج هذه الأدوات لازم يروح أكثر من مكان عشان يوجدها. فإحنا وش سوينا؟ جمعنا هذه الأدوات في حقيبة التجدير. حقيبة التقدير تحتوي على 11 أداة وإكسسوار، ومن ضمنها هرمون التقدير الذي ابتكرناه بنفسنا، اشتغلنا عليه ودرسنا هذا الهرمون وأوجدنا هرمون بديل عن الهرمون الكيماوي الذي يستخدم حاليا. نعم، من جديد من أي مؤسسة تعليمية أنتم؟ نحن من مؤسسة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، بالتحديد كلية التقنية بنزوة. ممتاز. طيب منى، ذكرت في كلامك أنه تستخدموا أيضا عملية التطعيم والترقيد الهوائي. أيوه. من يتابعنا من المشاهدين والمشاهدات خاطرهم وفيهم ربما من الفضول أنهم يعرفوا هذه العمليتين، يمكن تشرحيهم لهم؟ عمليتي الترقيد والتطعيم الهوائي هن عمليتين فنيتين لإنتاج شتلات بجودة عالية وأصناف أنت تختارها بنفسك وبنفس الوقت تكون مثمرة. يعني أنت بعملية الترقيد الهوائي تقدر توجد شتلة بطول 1 متر ومثمرة في نفس الوقت. ممتاز. يعني مثلا كمثال، يعني طريق عملية الترقيد الهوائي، أنت تروح لغصن في مثلا شجرة المانجو، غصن الشجرة تكون مثمرة، هذا أول شيء، الغصن يكون جيد، تأخذ شوية من اللحاء وتوضع شوية من الهرمون، وبعدها تغلفه بالكرة، كرة الترقيد الهوائي، وتوضع فيها داخلها التربة وتغلقها بإحكام بحيث أنه ما يدخل الهواء عشان ما يضيع هذه العملية وتفشل. وبعدها تطلع عندك الجذور وتقص هذه الشتلة وتكون عندك شتلة مثمرة وبطول مناسب. جميل. طيب منى، الآن هذا المنتج متوفر في السوق؟ أيوة متوفر. أيوة. طيب وين ممكن نحصل هذا المنتج حاليا؟ نحن كوننا احنا شركة ناشئة وحين بادين، بس حاليا نبيع المنتج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ما في محل معين يعني يبيع لنا اياها. جميل. بس يعني ان شاء الله في المستقبل باذن الله بيكون. جميل. طيب سابقا يعني كانت هناك الكثير ايضا من المعارض التي تخدم الشركات الطلابيه، في هذه الفتره وفتره جائحه كورونا كيف قدرتوا انكم تسوقوا لهذه المنتجات او لهذا المنتج اللي عملتوه؟ طبعا بسبب جائحه كورونا ما قدرنا نطلع خارج وسائل التواصل الاجتماعي، كل التسويق كان مختص فقط في وسائل التواصل الاجتماعي، وايضا شاركنا في مسابقه الاعلان المرئي التي طرحته مؤسسه انجاز عمان وفزنا بالمركز الثالث والحمد لله. ممتاز. كدراسه انتم كتخصص اساسا، كل اعضاء الشركه يعني درسوا هذا المجال كل ما يرتبط بالزراعه، او انتم اساسا من اكثر من تخصص
وقمتم بالدمج فيما بينهم البين؟ فيما يخص ذلك احنا عبارة عن 9 أشخاص من مختلف التخصصات، وطبعا كنا احنا من كلية تقنية بالنزوة ما في اي تخصص يخص الزراعة. حتى انت درستي شو؟ انا دراستي هندسة، هندسة كهربائية. ما شاء الله. ايوه. أي شو اللي خلاكم تدخلوا هذا المجال؟ كيف عرفتوا كل هذه التفاصيل، كل هذه المعلومات اذا كنتوا ما درستوا هذا المجال كتخصص في الجامعة او في الكلية؟ ايوه، بمساعدة الاستاذ اسماعيل الريامي، طبعا هو متخصص ما شاء الله عليه في هذا المجال، وساعدنا حتى في ايجاد هذه الفكرة، وايضا المتطوع المهندس سعيد المحمودي، رجل او انه يعني دخل في عالم الزراعه بشكل كبير، بحيث انه عنده معلومات كافيه تخلينا احنا نوصل لهذا. واشتغلتوا على الموضوع كفريق واحد صحيح؟ أيوة بالضبط. جميل. الى الان ايضا كيف شفتوا تجاوب الاشخاص المهتمين في مجال الزراعه؟ يعني في اقبال انهم يشتروا ايضا هذه المنتجات، وخصوصا الاشخاص المهتمين في مجال زراعه النباتات او الشتلات المنزليه. طبعا بسبب جائحه كورونا يعني تلاحظوا انه معظم الناس توجهت الى الزراعه. نعم. يعني كثره واهتموا في زراعه، يعني اهتموا بزراعه المنزل، مزرعه اذا كان في عنده مزرعه، المشاتل نفس الشيء، يعني زادت في كثره انتاج الشتلات، ومن منطلق هذا احنا اهتمينا في هذا الموضوع ووجدنا هذا حقيبة التقدير. في تجاوب، في تجاوب كبير من قبل اصحاب المشاتل، ونفس الشيء المزارعين. نعم. في الشركات الطلابيه هناك لربما عوامل معينه تخلي اعضاء هذه الشركه الطلابيه، وخاصه هم على مقاعد الدراسه، عندهم نوع من الدافعيه والانطلاق الكبير والحماس الزائد نتيجه بعض العوامل المشجعه والمحفزه. انت الى متى تعزي هذه العوامل تحديدا؟ ايش اللي يخليكم فعلا عندكم هذا الشغف الكبير لتحقيق الافضل دائما؟ اول شيء منذ دخولنا احنا كشركه، لما بدينا وكونا هذا الشركه، كان هدفنا انه نوصل للسوق. ممتاز. ونكون شركه رائده في مجال الزراعه، كون انه ما في في سلطنه عمان شركه رائده في هذا المجال، فاحنا كنا نطمح انه نكون احنا شركه رائده في انتاج هذه الاكسسوارات الزراعيه اللي تختص في عمليه التطعيم والترقيد الهوائي. وكان سبب شغفنا وحبنا اللي هو الاستاذ اسماعيل الريامي، كان هو الدافع الاكبر لنا ان احنا نوصل لهذه المرحله. نعم. طيب في المستقبل ان شاء الله في مجالكم تقوموا بتطوير وابتكار ايضا مثلا منتجات اخرى مختصه في مجال الزراعه؟ حاليا نسعى الى ابتكار تربه مخصبه تستخدم في عمليه الترقيد الهوائي، وممكن احنا نستخدمها ايضا في عمليه تهيئه الارض الزراعيه قبل نقل الشتلات. جميل. شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوه الصباح. نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله تعالى في هذا المجال وغيره ايضا من المجالات، كونكم ايضا طلبه وطالبات ايضا كليه التقنيه بنزوة. شكرا اذا لمنى بنت خليفه الحضرميه، رئيس تنفيذي بشركه مآل الطلابيه. شكرا يا منى. اذا تحيه لكل المشاهدين والمشاهدات مشاهدينا الكرام في حب عمان. الى فاصل قصير بعده سنصل بكم الى مسك ختام حلقه اليوم، فخلوكم معنا. صباح الشهد والسكر ودهن العود والعنبر، صباح الخير يا بلادي، نسيمك حرك الأشجان. صباح الخير، صباح الخير لك يا صباح. صباح الشهد والسكر ودهن العود والعنبر، صباح الخير يا بلادي، نسيمك حرك الأشجان. صباح الخير، صباح الخير لك يا عمان.
صباح الورد والأشواق، صباح النور والأرزاق، دعينا الله يرزقنا بخير الواحد المنان. صباح الخير صباح الخير يا صباح، صباح الورد والأشواق، صباح النور والأرزاق، دعينا الله يرزقنا بخير الواحد المنان. صباح الخير صباح الخير لك يا عمان. صباح الخير لك يا عمان وصباح الجمال. انت شفت المشاهد كيف ما شاء الله على الأغنية السابقة والفواصل ايضا الرائعة، وخاصة انه جمال الاخوار. انا على فكرة خور جراما في ولاية صور محور جنوب الشرقية، كون اليوم الربط المباشر كان من هناك خلانا استرجع الذكريات للشاليهات العائمة هناك ومختلف ايضا المواقع اللي من خلال فعلا الواحد استمتع ويقضى اوقات جدا جميلة ورائعة. نعم، نحن نحاول بقدر المستطاع من خلال اكيد برنامج قهوة الصباح وعدسة برنامجنا انها تستعرض ايضا لنا كل هذه التفاصيل والجماليات الرائعة من مختلف محافظات السلطنة. لو نحن ما قادرين نزور هذه الأماكن الجميلة فالكاميرا أيضا ترصد لنا هذا الجمال الرائع من عمان الغالية. وإن كان هناك ثمة كلمة شكر تقدم، فكلمة شكر تقدم لكل طاقم العمل من مصورين من فنيين ومن أيضا مراسلين زملائنا ما شاء الله المتوزعين في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة الحبيبة، ينقلوا لنا تفاصيل الجمال ومفردات أيضا هذا الجمال الذي تزخر به السلطنة من أقصاها إلى أقصاها. حفظ الله عمان وأدام علينا جميعا الخير العميم والعيش الكريم، ونحن نعيش تحت ظل قيادة حكيمة مستنيرة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطانا وخطاه. آمين يا رب. إذن مشاهدينا الأحباء تفاصيل مختلفة نحاول بقدر المستطاع أن نستعرضها لكم أيضا في برنامج قهوة الصباح، ومثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أن كل يوم فريق الإعداد يحاول بأيضا اختيار مجموعة من المواضيع المتنوعة والمختلفة اللي نتمنى بالفعل أنها تنال على إعجابكم ورضاكم. إذن نحن نتواصل معكم بكل حب، ننتقل بكم الآن إلى هذه الأغنية الوطنية وبعدها لنعود من جديد، كونوا معنا.